السلام عليكم. الفيديو التاني في الانتجريشن بنكمل برضو الموضوع بتاع الانتي دريفيتيفز، تمام، اللي انت بتعكس التفاضل. يبقى دلوقتي شغالين في ايه؟ ان احنا بنعمل الحاجات اللي عكس التفاضل ده. مهم مهم وتفهمه كويس، بعد كده بيبقى خطوة في مسألة. يعني لما تبتدي تخش على الطرق اللي هنستعملها هتلاقي ده خطوة في مسألة، لازم تفهمه كويس. مهم، مسائل مهمة الحل عليها كتير، برضو حاجات مهمة جدا، ولازم تبقى بتعرف تعمل تفاضل. يعني الفيديو بتاع النهاردة بالذات لازم تكون بتعرف تعمل تفاضل وحافظ الرولز بتاعة التفاضل، تمام. بس ونبتدي، يلا نخش على طول في الجزء بتاع الماثماتكس. يلا بينا. طيب بنكمل برضو على الجزئية بتاعت الانتجريشن. وصلنا في الفيديو اللي فات او في الجزئية اللي فاتت ان انتجريشن الكونستانت خلاص هيبقى بكام؟ هيبقى بكونستانت عادي وتلزق جنبيه اكس بلس سي، مظبوط. ده كده اول رول واسهل رول عندك. تاني حاجة قلنا لو عندك اكس لوحدها دي كده هي طالعة من الرول بتاع الانتجريشن بتاع البراكت، فبتروح مزود او خلاها اكس باور ان، فبتزود واحد على الباور وبتقسم على ايه؟ على الاس الجديد او الباور الجديد. فالدنيا بالنسبة لك سهلة، مثلا لو اكس باور 5 هتبقى اكس باور 6 اوفر ايه؟ اوفر 6، تمام. طيب لو جينا بقى نبتدي نتعمق شوية، يبقى الاتنين دول كده كانوا في الفيديو اللي فات او كانوا في الجزئية اللي فاتت زي ما هنشوفها اقسمها ازاي. طب تعالى بقى نخش في ايه، نبتدي نصعب الدنيا. لو قابلك منظر عامل كده، الانتجريشن بتاع ايه؟ بتاع الفانكشنز اللي انت خلاص حافظها في الديريفيتيف. انت لازم تبقى فاهم الديفرنشيشن كويس او الديفرنشيشن كويس، وايه تبتدي تخش على الانتجريشن، انت بتعكس اللي انت عملته فتكون حافظ القواعد. يعني مثلا لو جيت قلت لك الانتجريشن بتاع e باور a x dx، الانتجريشن بتاع ال e، كل اللي انت فاكره ان لما بيكون عندي y equal e باور x مثلا الديريفيتيف بتاعها هي e باور x، صح؟ طب لو كانت e باور 2x كان الديريفيتيف بتاعها ايه؟ كان 2 e باور 2x. يعني كنت بتضرب في ايه؟ في تفاضل الباور. طب وانت بتعمل انتجريشن ايه؟ هتقسم بقى ال e هي e برضه مش هتتغير. دي الميزه في الايه؟ في الاكسبوننشال فانكشن. ال e هي e بس هتروح قاسم على ايه؟ على تفاضل الباور، تمام؟ تقسم عليه على تفاضل الباور، بحيث لو جيت هنا وعملت عملت ديفرنشيشن او عملت تفاضل، ال e هتبقى هي e، وهتضرب في derivative الباور يديلك a، هيطير مع ال a تديلك الدالة اللي هي e باور a x، تمام؟ وهناخد عليها ايه؟ example. رقم 4، لو قابلك مثلا نبتدي نخش في ايه؟ في الدوال المثلثية بقى، نبتدي نخش في الترجمتريك فانكشنز. لو قابلك مثلا انتجريشن الكوزاين، كوزاين يو دي اكس، وقصد انا هنا اكتبها يو لان الدنيا مش على طول بالنسبة لك هتبقى وردي وهيجي لك كوزاين اكس، تمام؟ لا، كوزاين يو دي اكس لازم يكون في بره اليو داش اهي، جوه طبعا كل ده جوه الانتجريشن، لازم يكون في بره اليو داش. ايه هي اليو داش؟ اللي هي تفاضل الزاويه. يبقى ما اقدرش اعمل انتجريشن للساين ولا الكوزاين او اي داله مثلثيه، التان والسيك والكوسيك وكل الحاجات دي، الا والتفاضل بتاع الزاويه موجود بره. يبقى الانتجريشن بتاع الكوزاين لازم اتست او اتاكد ان تفاضل الزاويه موجود بره. لو التفاضل موجود بره في الحاله ديت طبعا هتقلب ايه؟ هتبقى الاجابه ساين مش نيجاتيف ساين. ليه؟ لان الساين بتطلع لك كوزاين، اهي عايز تست بسرعه ديريفيتيف الساين بكوزاين، يبقى انتجريشن الكوزاين بساين. هيجي في دماغك ماينس ساين، لا هي بساين، تمام. طيب رقم 5 برضو، لو الديريفيتيف اهو بتاع الزاويه موجود بس الداله اللي انت بتكملها ساين يو دي اكس، ايه المنظر دوت؟ الداله اسمها ساين، تمام، والديريفيتيف موجود بره. يبقى في الحاله ديت بروح قايل ايه؟ بروح قايل ان انتجريشن الساين بماينس كوزاين، ماينس كوزاين. ليه؟ لان لو جيت عملت ديريفيتيف للكوزاين هيدي لك ماينس ساين، ديريفيتيف الكوزاين بماينس ساين، وفي ماينس هتبقى بلس ساين اللي هي هنا،
تمام؟ يبقى انتجريشن الكوزاين بساين، انتجريشن الساين بماينس كوزاين. طب لو قابلك انتجريشن اليو داش مثلا، خلاص دي اتفقنا ان يو داش ده تفاضل الزاوية، اليو داش لايه؟ للسيك سكويرد، للسيك سكويرد. ودي برضو مهم، انت بتسأل نفسك ايه الحاجة اللي بفاضلها يديني سيك سكويرد؟ هو المفروض الانتجريشن بتسأل السؤال ده على طول، ايه الحاجة اللي بفاضلها يديني سيك سكويرد؟ ايه هي؟ التان. هتبقى ايه؟ التان، تان يو. لو جيت عملت دريفتيف للتان يدي لك ايه؟ سيك سكويرد، طبعا في تفاضل ايه؟ الزاوية اللي احنا اوريدي مجهز في الطرف الشمال في الانتجريشن. تمام؟ يبقى السيك سكويرد الانتجريشن بتاعها هتبقى ايه؟ هتبقى تان يو. طب لو كانت عندك خلينا ماشي كوسيك سكويرد، كوسيك طبعا ممكن تتكتب كده او تتكتب سي او سيك، سي او اس اي سي. لو جالك الانتجريشن بتاع كوسيك فهيبقى هيكون ايه؟ ماينس كوتان، لان الكوتان بتطلع ماينس كوسيك سكويرد، انتجريشن بتاع كوسيك سكويرد ماينس كوتان، ان الكوتان بتطلع ماينس كوسيك سكويرد وفي ماينس فهتبقى كوسيك سكويرد. تمام؟ ايه تاني هنا ممكن نقوله وبعدها نبتدي ناخد شوية اكزامبلز ورا بعض؟ لو جالك انتجريشن يو داش اوفر يو دي اكس، ودوت ده تقدر تضمها للبروبرتي رقم واحد واتنين اللي احنا اخدناهم، يعني ده ممكن ما يبقاش رول، ما نعتبروش رول لان انت مش بتستعمل داله، ده من ضمن البروبرتيز اللي عندك. لو قابلك حاجه والدريفت بتاعها فوق، لو قابلك صوره باستون مقام او صوره كسر، الدريفت بتاع اللي تحت فوق، يبقى في الحاله ديت الاجابه هتبقى لين الايه؟ لين المقام او لين اللور اللي تحت. يبقى لو قابلك صوره ابر على اللور تمام، والدريفيتيف بتاع الفانكشن اللي تحت موجود فوق، يبقى في الحاله دي الاجابه هتبقى لين المقام. تعالى كده ناخد شويه اكزامبلز تاني جداد ونشوف الدنيا عندي عامله ازاي. لو جالك الانتجريشن مثلا بتاع اي باور 3 اكس دي اكس، بقول لك احسب الانتجريشن دوت. طبعا الرول انت هتبقى فاكرها انتجريشن الاي بي اي، ودي ابسط حاجه واحسن حاجه في الاكسبوننشال، وبتزود ايه؟ الثابت عشان ما انساش. يبقى انتجريشن الاي بي اي تمام، بس المفروض في حاجه تبقى موجوده جنبه، المفروض في ايه؟ في 3 جنبه صح، اللي هي الدريفيتيف بتاعه عشان تبقى المساله سليمه. فانت بتروح قاسم على ايه؟ قاسم على الدريفيتيف بتاع الباور عندك اللي هو هيبقى ايه؟ 3. يبقى انت كده بتطبق الرول دوت بالظبط، الانتجريشن بتاع الاي بكتب الاي زي ما هي وبقسم على الدريفيتيف بتاع ايه؟ دريفيتيف الباور، دريفيتيف الباور عندك هي 3 اكس، فالدريفيتيف بتاعها هيبقى ايه؟ ب 3، والدنيا بالنسبه لك هتبقى سهله. يبقى الانتجريشن بتاع الاي باي تمام، هي نفس الاي بنفس الباور ما بنغيرش حاجه فيه. طب لو جالك مثلا الانتجريشن بقول لك بتاع ايه مثلا، خليهم بقى مسالتين مع بعض، انتجريشن انتجريشن كوزاين 2x بلس سيك سكويرد 8x دي اكس، وعايزين نحسب الانتجريشن دوت. تمام؟ طبعا علامه الانتجريشن هتخش على كل واحده من دول، فدول كانهم مسالتين عادي ما فيهمش اي مشكله، لان انت البراكت الاصلي اللي هو عامله مربع انا دوت مش مرفوع لباور صح. طيب المفروض هنعمل انتجريشن والدنيا بالنسبه لك سهله، بس انت هتسال نفسك الانتجريشن بتاع الكوزاين عشان يتعمل له انتجريشن لازم دريفيتيف الايه؟ دريفيتيف الانجل جنبه، يبقى لازم هنا يكون في ايه؟ لازم هنا يكون التفاضل بتاع الزاويه جنبه. تمام؟ فالمفروض هتضرب في كام؟ هتضرب في 2 وتقسم على 2، ده اللي المفروض يحصل، تضرب في 2 وتقسم على ايه؟ 2. يبقى المفروض اجيب قلم مختلف انا اهو، 2 واقسم على ايه؟ على ال 2، ال 2 مع ديت كده تتضم في الانتجريشن والهاف ينزل زي ما هو. تمام؟ نفس اللعبه هنا، السيك سكويرد هتبقى بتان، بس لازم اليو داش اللي هي تفاضل الزاويه موجوده جنبه، فهتضرب في تفاضل ال 8 اكس اللي هي 8 واقسم على ايه؟ على 8، وال 8 في السيك سكويرد 8 اكس ديت هتتضم وتبقى بايه؟ تبقى بتان اللي هو الرول بتاع ايه؟ يو داش سيك سكويرد. فديت لما تعملها انتجريشن الهاف هتنزل زي ما هي، والكوزاين الانتجريشن بتاعها بكام؟ بساين على طول، انتجريشن الكوزاين بساين. نفس اللعبة هنا، الواحد على التمانية ينزل زي ما هو، والانتجريشن بتاع تمانية سيك سكوير تمانية اكس ديت بكام؟ بإيه؟
بتان، والزاوية زي ما هي 8x زائد c. مهم الخطوة دي. بعد كده بنوصل بقى لما تبتدي الدنيا تمشي معاك والرولز تثبت، بتوصل لإيه؟ إني بروح قاسم على derivative الأنجل لو الدريفتيف بتاعها أرقام. يعني مثلا أقول integration الكوزاين 2x هتبقى sin 2x عادي، وأروح قاسم على 2 على طول. جت منين؟ إن المفروض كأني ضربت وقسمت. معايا؟ يعني مثلا أقول لك الانتجريشن بتاع كوزاين 5x، هتروح قايل لي sin 5x over 5، اللي أنا كاتبها زي دي بالظبط. انتجريشن كوزاين 2x هيبقى sin 2x over 2. تمام؟ جت ازاي؟ ان انا المفروض ضربت وقسمت وظبطت الدنيا. بس الحركه دي ما تستعملهاش الا لو كانت ديريفيتيف ارقام، زي ديريفيتيف الانجل ارقام زي المساله ديت. طب لو جالك سؤال عامل كده، اكزامبل 3 مثلا، بقول لك الانتجريشن بتاع اكس سكويرد بلس 3، وفي عندك فوق كام؟ فوق 2x دي اكس. اول ما تلاقي الصوره عندك على صوره بسط ومقام، اول فلاش كده بيجي في دماغك لحد دلوقتي عشان انت ما خدتش لسه حاجات كتير، اول فلاش يجي في دماغك وهو هيطلع لين. اول حاجه تيجي في دماغك ان المساله ديت ممكن تبقى لين. تمام، تعال نشوف هل دي هتطلع لين ولا لا. بتبص اللي تحت وتروح عامل له ديريفيتيف. ديريفيتيف اكس سكويرد بلس 3 بكام؟ ديريفيتيف الاكس سكويرد ب2x، وديريفيتيف ال3 ب0. هل عندي فوق الكلام دوت؟ هل عندي فوق 2x؟ اه، دي جايه لك متظبطه. فالاجابه ديت وانت مغمض تبقى لين ايه؟ لين المقام او لين اللور عندك، هتبقى لين اكس سكويرد بلس 3. تمام. طب اكزامبل تاني، طبعا ما بتجيش كده على طول متقشره جاهزه، لا بيبقى فيها لعبه. لو جات لك المساله كده اكس باور، نصعبها شويه، نيجاتيف 4 بلس 2x بلس 11 مثلا. يلا x باور نيجاتيف 4 بلس 2x بلس ايه؟ بلس 11. وعندك فوق مثلا عندك x باور، عندك فوق نيجاتيف 4x باور نيجاتيف 5 بلس 2. يلا دي برضو جت سهلة، الجاية نبقى نصعبها بقى. عندك اكس باور نيجاتيف 4 بلس 2x بلس 11، عندك مسألة بالمنظر دوت، أول حاجة تيجي في دماغك إن هي ممكن تبقى لين. تمام، على صورة كسر المسألة دي ممكن تبقى لين. هتبتدي تسأل نفسك هل ديريفيتيف الحاجة اللي تحت دوت موجودة فوق؟ هتشوف كده ديريفيتيف الاكس باور نيجاتيف 4 بنيجاتيف 4x باور ايه؟ نيجاتيف 5، وديريفيتيف ال 2x ب 2، وديريفيتيف ال 11 ب 0. فالحاجة اللي عندك تحت موجودة الديريفيتيف بتاعها فوق، فالحالة ديت هتبقى الإجابة لين ايه؟ لين المقام، وتكتبه زي ما هو. يبقى اكس لين اكس باور نيجاتيف 4 بلس 2x بلس 11، وتروح قافل البراكت بتاع اللين بلس a بلس c. تمام، ماشي، بنكمل يا جماعه. نخش على ايه؟ على اكزامبل 5. اكزامبل 5 لو جالك سؤال عامل كده، ده جا في دماغي برضو مهم، اكس باور 5 بلس 5 باور اكس دي اكس. تمام، كلها حاجات اللي بتتسمى انتي ديريفيتيف. تمام، يعني عكس التفاضل، يعني بتعكس التفاضل حرفيا هنا. تمام، دي بنتعمل ازاي؟ الاكس باور 5 ما فيهاش اي مشكله، هتبقى اكس باور 6 اوفر 6، بناء على ايه؟ على الكلام اللي احنا قلناه من شويه، بتزود واحد وتقسم على ايه؟ على الاس الجديد. طيب 5 باور اكس دي لو كانت اي باور اكس كنت بتروح كاتب الاي صح، وبتقسم على ديريفيتيف الباور. طب لو كانت 5 باور اكس اللي هي الباور فانكشن، تمام، بتروح كاتبها هي، تكتب برضو ال 5 باور اكس هي. معايا؟ بتقسم على ايه بقى؟ بتقسم على لين الرقم، هتبقى لين 5. يبقى بقسم على ايه؟ بقسم على لين الرقم، مهمه دي. تمام، يبقى بكتب الفانكشن تاني وبقسم عليه الرقم. هل الكلام ده بيحصل في الاي؟ اه بيحصل في الاي. هتقول لي ازاي انت قلت لي الاي هي الاي بس بقسم على ديريفيتيف الباور بس؟ لا، ما الاي حضرتك لما بتيجي تقسم على لين الرقم، لين الاي يعني ب1، يعني المفروض لما اعمل انتجريشن الاي باور اكس، تمام، هو اي باور اكس على لين الاي، ولين الاي ديت ب1. تمام، لين الاي ب1، فعشان كده ما بيتكتبش. معايا؟
يعني الايه هي حالة خاصة من الباور فانكشن، مهمة جدا الجزئية ديت. طيب لو جالك مثلا اكزامبل عامل كده، الانتجريشن بتاع مثلا ايه، انتجريشن بتاع اكس اوفر 10x سكويرد دي اكس. دي حلوة دي، اكس اوفر ايه 10x سكويرد دي اكس. دي تتعمل ازاي؟ تفكيرك الاول هيجي ازاي؟ هتقولي دي على صورة بسط ومقام، وانت قلت لي على صورة بسط ومقام يبقى بلين. لا، انا قلت لك يبقى بلين لو ديريفيتيف الحاجة اللي في المقام موجودة فوق. ديريفيتيف طبعا الحاجة اللي في المقام دي بكام؟ دي بسيك سكويرد اكس سكويرد، وديريفيتيف كمان الاكس سكويرد 2x. انت ما عندكش اصلا سيك سكويرد فوق عشان تفكر التفكير دوت اللي هو ديريفيتيف التاني، صح؟ عندك المقام عبارة عن 10x سكويرد، محتاج فوق sec x سكويرد، وديريفيتيف الزاوية كمان محتاج 2x، يعني محتاج فوق 2x sec سكويرد. ما اقدرش اضرب واقسم في sec، فخلاص دي الفكرة بتاعت اللين دي شيلها من دماغك، هنا المسألة دي مش هتنفع لنا. طيب اعمل ايه في الحالة اللي زي ديت؟ انت عندك دي ممكن تتظبط، شكلها يتظبط، الاكس اللي فوق دي زي ما هي، واحد على التان تطلع فوق بكام؟ واحد على التان اللي هي مقلوب التان تطلع كام؟ كوتان. يبقى عندك مسألة جديدة بقى اسمها x في كوتان x سكويرد، x في كوتان x سكويرد. دي بقى تتظبط، تتظبط. عندك التفاضل بتاع الزاوية، عندك المفروض 2x، انت عندك ال x، فالعملية مقدور عليها تيجي بقلم مختلف اهو، ضربت في 2 وقسمت على الاتنين كأني ما عملتش حاجة، تمام؟ بقى عندي u داش كوتان x سكويرد، صح؟ طيب هتقولي الكوتان انت ما حطيتهاش في الرولز بتاعت الورق اللي فاتت. ممكن بقى نضيف، انا وصلت الرول نمبر 8. رول نمبر 9، لو جالك الانتجريشن بتاع الكوتان، كوتان يو، يو داش كوتان يو دي اكس، الانتجريشن بتاع ديت بايه؟ بلين ساين. لين ساين ليه لين ساين؟ لان الكوتان دي عبارة عن كوزاين على الساين، يعني دي هشرحها لك لو عايز تفهمها. الكوتان عبارة عن كوزاين يو اوفر ساين يو دي اكس، معايا؟ ساين والتفاضل بتاعها فوق، حاجة في المقام التفاضل بتاعها فوق، فالإجابة هتبقى كام؟ لين المقام، وكده كده التفاضل بتاع الساين يو هو بيو داش كوزاين يو، تمام؟ تفاضل الساين يو بكوزاين، فتفاضل الزاوية بيو داش كوزاين، فعندك حاجة تحت التفاضل بتاعها فوق، فهتبقى لين المقام اللي هيبقى لين ساين يو. كده انت فهمتها، عمرك ما هتنساها. يبقى انتجريشن الكوتان بلين ساين، فعندك المنظر دوت هيبقى كوتان يو، وادي اليو داش، والنص ده هينزل زي ما هو، هتبقى لين ايه؟ لين ساين يو اللي هي الزاوية، هتبقى لين ساين اكس سكويرد بلس سي. مهمة دي، مهمة المسألة دي، تمام؟ مهمة وشكلها في لعبة برضو خليك تفكر شوية. يبقى ده رول نمبر 9. ضيف كمان رول نمبر 10 عندك، هيبقى يو داش تان يو دي يو او دي اكس، سوري، دي نفس اللعبة اللي اتلعبت، هنظبط شكلها. هيبقى يو داش التان عبارة عن ايه؟ التان عبارة عن ساين على الكوزاين، التان عبارة عن ساين على الكوزاين، معايا؟ هتسأل نفسك التفاضل اللي تحت دوت هل موجود فوق؟ تفاضل الكوزاين بكام؟ بماينس ساين، فمحتاج ماينس، فهتضرب وتقسم على ماينس، فالإجابة هتبقى ماينس لين كوزاين. لقيت التفاضل موجود فوق صح، بس محتاج ماينس، فضربت وقسمت على ماينس، فهتحتاج ماينس كمان اهو، وهتبقى لين اللي تحت هيبقى ماينس لين كوزاين، او من خواص اللين الرقم الحاجة اللي قصاد اللين بتترفع في الباور، فهتبقى لين كوزاين باور ماينس 1. كوزاين باور ماينس 1 اللي هي واحد على كوزاين اللي هي لين سك، اللي هي اوريدي محفوظه، انتجريشن التان بلين سك. يبقى الحاجات اللي انت محفوظين بسرعه، انتجريشن الكوتان لين ساين، انتجريشن التان لين سك، وده كانهم مسائل، يعني دول عشان كده انا حاطط التو رولز دول جوه المسائل، دول كانهم مسائل لان هما فعلا مسائل مشروحه اهي، تمام؟ وبعد كده انت بتحفظها بسرعه، ان انتجريشن التان بلين سك، وانتجريشن الكوتان بلين ساين، وممكن التان تروح حافظه بطريقه ماينس لين كوزاين، ده صح وده صح، انتجريشن التان ماينس لين كوزاين او لين سك، تمام؟ طيب يبقى انت كده وصلت الرول نمبر 10.
طب لو جالك مسألة بكمل بقى كأنها على المسائل، بقولك الانتجريشن بتاع ايه؟ الانتجريشن بتاع واحد على الاكس مثلا كوزاين، خلينا كوزاين لين الاكس دي اكس. دي تفكر نعملها ازاي؟ واحد على الاكس كوزاين لين الاكس دي اكس. هو مبدئيا المسألة شكلها سهلة، لان انتجريشن الكوزاين بايه؟ بساين. وهل تفاضل الزاوية موجود بره؟ اه، تفاضل الزاوية عندك تفاضل اللين بواحد على الاكس، تفاضل اللين اكس بواحد على الاكس، فتفاضل الزاوية موجود بره. بقيت المسألة عادية، يو داش كوزاين يو، اللي هي بتتقلب معاك ايه؟ بتتقلب معاك ساين يو، هيبقى ساين لين الاكس بلس سي. دي مسألة عادية خالص معايا، عشان لو جيت عملت دريفيتيف لديت، دريفيتيف الساين بكوزاين اهي، طبعا كوزاين الزاوية، مفيش حاجة اسمها كوزاين فاضية كده، وتفاضل الزاوية عندك بإيه؟ بواحد على الإكس. طيب لو جالي مسألة زي ديت كده، example 8، بص كده المسألة دي، بقولك الانتجريشن بتاع إيه؟ بتاع واحد على إكس في واحد زائد لين الإكس كل دوت باور 3 دي اكس. هنا المسألة على صورة بسط مقام، بس مفيش حاجة فوق، الديريفيتيف مش موجود فوق. بعدين المقام اللي عندك دوت ده مرفوع لباور، فانت دوت هتروح محوله ايه؟ محوله براكت على طول. يبقى ديت ممكن نعيد صياغة كتابة المسألة، هتبقى واحد على الاكس وارفع دوت براكت، هيبقى واحد زائد لين الاكس باور نيجاتيف 3 دي اكس. كده انت ظبطت المسألة. اسأل نفسك بقى، دي قلبت مسألة براكت الرول اللي هو بتاع الفيديو اللي فات او الجزئية اللي فاتت، براكت مرفوع لباور حاجة، فالمفروض هزود واحد واقسم على نيو باور، بس بتعمل تشيك على حاجة، هل تفاضل ما بداخل القوس دوت موجود بره ولا لا؟ تفاضل ما بداخل القوس دوت بكام؟ تفاضل الواحد بزيرو، تفاضل اللين بكام؟ لين اكس بواحد على اكس. يبقى تفاضل ما بداخل القوس موجود بره، فبكل سهولة هزود واحد واقسم على ايه؟ على الاس الجديد، هتبقى واحد زائد لين الاكس وازود واحد على الباور، هيبقى نيجاتيف 3 بلس 1، يبقى نيجاتيف 2 واقسم على ايه؟ على النيجاتيف 2 وازود الثابت. تمام معايا في الجزئية ديت؟ كله تمام. طيب كويس، يبقى اللعبة اللي اتلعبت اني رفعت البراكت اللي تحت دوت فوق على السطر عشان اشوفه قصادي باور نيجاتيف 3، وسبت الواحد على الاكس زي ما هي، لقيت ان تفاضل القوس موجود بره، فأقدر أزود واحد على الباور بتاع البراكت وأقسم على إيه؟ وأقسم على الأس الجديد. طيب نكمل آخر آخر رول كنت وصلنا له، اللي هو انتجريشن الكتام انتجريشن التام. طيب ممكن نزود، ده هيبقى عندنا رقم 11، وأفكرك برضو بيه لما يقابلك، طبعا يوداش خلاص اتفقنا اللي هي دريفيتيف الزاوية، لو يقابلك سيكتان كان بيبقى إيه؟ لما يقابلك سيكتان ايه الحاجة اللي كنت بتعمل لها ديريفيتيف؟ يدي لك سيك تان السك، صح؟ يبقى لو قابلني منظر سيك تان يبقى الإجابة سك، لأن ديريفيتيف السك بسيك تان في تفاضل الزاوية، أهو عندك جاهز أهو. تمام، نفس اللعبة الكوسيك بس بتبقى بالماينس وبتبقى كوسيك كوتان. لو قابلك يو داش كوسيك كوتان فدي هتبقى ماينس كوسيك، لأن الكوسيك بتطلع ماينس، وفي ماينس هيبقى بوزيتيف، تبقى بلس يعني بوزيتيف، هتبقى موجبة كوسيك كوتان وتفاضل الزاوية بيو داش، يبقى سيك تان هتطلع بسيك، انتجريشن بتاع كوسيك كوتان هيبقى بإيه؟ بماينس كوسيك. تعالى بقى نشوف نكمل مسائل والدنيا كده فتحت معانا. عندك اكزامبل 8، خلينا اكزامبل 9. بص كده المسألة دي بيقول لك تان كيوب 7x في سيك سكويرد 7x دي اكس. لو عندك حاجة عاملة زي كده تان كيوب 7x سيك سكويرد 7x، انت ملاحظ حاجة، ملاحظ ان التان الديريفيتيف بتاع سيك سكويرد، صح؟ والزاوية نفس الزاوية، طالما عندك الزاوية نفس الزاوية يبقى انت في الأمان، لو كانوا الزاويتين متغيرين يبقى انت دخلت لسه في قصة هتاخدها قدام، أو إن شاء الله أنا هاخدها قدام. ديت ممكن نكتبها بصورة أوضح عشان الدنيا تبقى واضحة قصادك. تان كيوب ديت تتكتب كده، تان 7x all to the power 3 وال 6 squared دي سيبها زي ما هي مش هنيجي جنبها. لما اتكتبت بالصورة ديت بقت منظر ايه؟
منظر البروبرتي اللي هي تكون براكت مرفوع لباور ان وتفاضل ما بداخل الكوس موجود بره، يبقى ديت كوس مرفوع لباور صح، فهزود واحد واقسم على نيو باور. بس لازم تتأكد هل تفاضل ما بداخل الكوس موجود بره، التفاضل بتاع التان بكام؟ بسيك سكوير صح. بس ما تنساش في حاجة هنا ناقصة، ايه هي؟ حد قدر يجيبها؟ اه، تفاضل ما بداخل الكوس هو تان تفاضله بكام؟ بسيك سكوير 7x، بس في تفاضل الزاوية كمان ما كانش مكتوب، فمفروض هتضرب في 7 تفاضل الزاوية اللي هو ب7 واقسم على ايه؟ على 7. فالدنيا في الامان برضو طالما ارقام. الواحد على 7 اللي بره ده ينزل زي ما هو، في الحالة ديت هتزود واحد وتقسم على الأس الجديد، وبالنسبة لك المسألة خلصت تمام. يبقى هنا التركية كانت فين؟ أول حاجة إن هي هتبقى براكت تمام، ظبطتها شكل البراكت بدل ما كانت معمول الباور على آخر حرف، ظبطته شكل براكت عشان يبقى قصاد الرول. ولقيت التفاضل ما بداخل القوس موجود بره، بس كان ناقصه ايه؟ المفروض تفاضل التان بسيك سكوير في تفاضل الزاويه، كان ناقصه 7 اللي هو تفاضل الزاويه، فضربت في 7 قسمت على 7، 7 اللي هي جوه الانتجريشن دي هتضم مع الرول اللي انا كاتبه تحت، والواحد على 7 ينزل ايه؟ ينزل زي ما هو. طب لو جالك مسألة عاكسها بقى، يعني ايه عاكسها؟ يعني جابها لك كده sec باور 8x 10x، sec باور 8x 10x، يجي لك حاجة بالمنظر ده sec باور 8x 10x. طبعا هتقول لي خلاص نفس اللعبة، هقول sec x وارفعها باور 8 وجنبها التان. لا، انت هنا ما استفدتش بالحركة ديت. ليه؟ لان تفاضل السك بسك تان، فانت لما خليتها سك اكس اول تو ذا باور 8 وسبت التان لوحدها بره، انت كده ما استفدتش، لان تفاضل السك بسك تان يعني مش مظبط الدريفتيف جنبها. فدي هتعمل فيها ايه؟ اول ما يقابلك المنظر دوت، الاولويه المفروض بتيجي للتان والسك وتكون سك سكويرد. للاسف انا ما عنديش الحركه دي هنا شبه المساله اللي فوق. ففي الحاله ديت بسحب سك وبجهز التفاضل بره. انت عارف ان تفاضل السك ايه؟ بسك تان، خلاص اسحب سك من دي. يبقى المسألة كده هظبطها، هخليها سك باور 7 في سك والتان زي ما هي. في الحالة ديت انا حافظت على تفاضل السك اللي هو هيبقى تفاضل ما بداخل القوس، حافظت على منظره، وتحمله كده بقلم مختلف، حوطه كده عشان ما تنساش وترجعه للمسألة تاني. احنا عملنا الحركة دي ليه؟ عشان احافظ على منظر التفاضل بتاع ما بداخل القوس. هيبقى المسألة عندي كده، هي اكتبها لك بخط أوضح، هتبقى sec x all to the power 7 في sec tan. أهي دي كده المسألة، كأني ما عملتش حاجة. بس في الحالة ديت أنا عملت فعلا إن أنا قدرت أكون براكت مرفوع لباور 7 صح، تفاضل ما بداخل القوس موجود بره أهو، تفاضل السك بسك تان. يبقى كده المسألة بكل سهولة هتبقى إيه؟ هتبقى sec x all to the power 8 مقسومة على إيه؟ على ال 8 plus c. يبقى قدرت ازود واحد واقسم على الاس الجديد، لان تفاضل ما بداخل القوس موجود بره اللي هو سيك تاني. فكانت التركية ان اسحب سيك من السيك باور 8. دي هي كانت صعوبة الايه؟ المسألة. طب لو جالي كده برضو، خلينا مستمرين في الحاجات اللي هي الانتي ديريفيتيف ديت. لو جالي سؤال عامل كده، دي اكس على اكس بلس لين اكس، اكس بلس اكس لين اكس، حلو ده، دي اكس اوفر ايه؟ x بلس لين x. مبدئيا كده انا ممكن العب لعبه، او تعالى نفكر، اعمل نفسي كاني ايه بفكر معاك. دي على صوره كسر، فالتفاضل اللي تحت دوت لو موجود فوق يبقى المساله لين المقام مخلصنا. التفاضل اللي تحت ده بكام؟ تفاضل x بواحد وتفاضل x لين x دوت حاصل ضرب دالتين، هيدي لك كام؟ هيدي لك 1 زائد لين x، يعني 2 زائد لين x، والكلام ده مش موجود فوق معايا صح؟ خلاص يبقى الحركة دي مش هتنفع. طب هل في لعبة تانية ممكن تتلعب؟ اه، انا شايف ان احنا طبعا نرتب المسألة دي، اكس دي ركنها على السطر اهي، وفوق كده هيبقى في واحد بس، خد من تحت اكس عامل مشترك، مش الاكس دي طبعا، الاكس دي من لين، الاكس اللي قصاد اللين، هتاخد اكس عامل مشترك هيبقى 1 زائد لين اكس. اهي لو جيت وزعت اللي انت عملته ده كأنك ما عملتش حاجة، اكس في واحد باكس، واكس في لين اكس باكس لين اكس، اللي هي المسألة اللي فوق. بعد كده ابتدي فكر بقى، هل هيحصل حاجة لو انا رفعت الاكس اللي تحت دي فوق، خليتها 1 على الاكس على 1 زائد لين اكس؟ هل هيحصل حاجة لو عملت الحركة دي؟
لا ما حصلش حاجة. ما انت عندك المنظر لما اجي اقولك 1/5 مضروبة في 6 مثلا، او مضروبة في اكس، مش هي لما تقول 1/5 على الاكس او على 6، صح؟ هي يبقى هنا كده كأني ظبطت المسألة وما عملتش اي حاجة. حد يقول انت رفعت الاكس ازاي في الباست فوق؟ لا ما رفعتهاش، انا رفعتها بالكسر بتاعها 1/x. معايا في الحالة ديت انت فعلا قدرت تجاوب المسألة، لان تفاضل ما بدخ... تفاضل المقام بكام؟ تفاضل الواحد بزيرو، وتفاضل الان اكس بكام؟ ب1/x. فانت فعلا كونت ان دريفيتيف المقام فوق هيبقى الاجابة 1 + ln الاكس، لين 1 + ايه؟ لين الاكس. يبقى الاجابة لين المقام. يبقى قدرت اخليها على صورة كسر، وتفاضل الحاجة اللي تحت موجود فوق، تفاضل الحاجة اللي تحت تفاضل الواحد بكام؟ بزيرو، وتفاضل اللين ب1/x. يبقى الاجابة لين المقام هيبقى لين 1 + ايه؟ لين اكس. معايا؟ مهمة المسألة دي، فيها فكرة يعني. طيب لو جالك مثلا سؤال تاني عامل كده، يقول لك ايه؟ example 12، ممكن نقفل يعني بالاكزامبل دوت. بقول لك الانتجريشن بتاع ايه؟ بتاع 1 + sin x، كل دوت مقسوم على كوزين سكويرد، كوزين سكويرد اكس دي اكس، تمام؟ 1 + sin x مقسوم على كوزين سكويرد. طبعا انت هنا تفكر، ممكن في كذا تفكير. طبعا تفاضل الحاجة اللي تحت موجود فوق، لا خلاص التفكير ده طار من دماغي. هل ممكن اخلي الكوزين سكويرد ديت على السطر بسيك سكويرد؟ لا، ما العلاقة بين السيك والساين ملهاش علاقة، مش هستفاد، حتى مش هستفاد بالخواص بتاعت بقى، ولا دبل انجل ولا اي حاجة من الحاجات دي. طب نعمل ايه في الحالة اللي زي ديت؟ ممكن نقسم. انت عندك من ضمن الحاجات اللي طبعا اكيد عارفها، لما يقابلك اكس بلس واي على زد مثلا، دي ينفع تتعمل اكس على الزد زائد واي على الزد، والعكس طبعا غير صحيح، اوعى تعمل العكس. يعني مثلا لو زد على اكس بلس واي، اوعى تعمل زد على اكس وزد على الواي، دي كارثه، بيتعمل عليها ميمز وتريقه على الفيسبوك للصبح. اوعى تعمل كده، ده غلط. ها، انما في الحاله بتاعتنا دي ينفع، طالما الحاجه واحده اللي هتقسم عليها صح، دي ينفع تتعمل اكس على الزد زائد واي على الزد، دي كده سليمه. معايا؟ يبقى قسمناها. فالحركه دي هي اللي هتتعمل هنا، هتبقى الانتجريشن بتاع ايه؟ 1 على كوزين سكويرد زائد ساين اكس على ايه؟ على كوزين سكويرد. وبعد كده هتلاقي نفسك عرفت تجاوبها. دي ممكن تتظبط بكذا طريقة وليها كذا إجابة. ديت طبعا قبل ما أجاوب هنظبطها. 1 على كوزين سكويرد دي ممكن تبقى بكام؟ دي سيك سكويرد، مش انت عارف ان 1 على الكوزين اللي هي مقلوب الكوزين سيك، فواحد على كوزين سكويرد سيك سكويرد. طبعا عشان ما تتلخبطش ما بين دي والكوسيك، 1 على حاجة اللي بتبدأ بحرف السي هتبقى تبدأ بحرف الإس، يبقى 1 على الكوزين يبقى بدأ بحرف السي، يبقى الإجابة بدأ بحرف الإس اللي هي سك. لو كانت 1 على الساين اللي هي بدأ بحرف الإس، يبقى الإجابة بحرف السي اللي هي تبقى إيه؟ كوسك. وديت ممكن نظبطها، هتبقى ساين إكس كوزين إكس أهي all to the power كام؟ نيجاتيف 2 دي إكس، عشان أبقى مجهز الحاجة عندي. هتبقى الإجابة خلاص جاهزة، انتجريشن السيك بكام؟ انتجريشن سيك سكويرد بكام؟ بتان زائد براكت، والدريفتيف بتاعه جنبه أهو، براكت عبارة عن كوزين إكس أول تو ذا باور نيجاتيف 2، هزود واحدة أقسم على الإس على الأس الجديد أو على الباور الجديد، بس لازم أتأكد هل تفاضل ما بداخل الكوز ده جنبه ولا لأ. تفاضل الكوزين بكام؟ بنيجاتيف ساين، فأنا المفروض محتاج نيجاتيف وأقسم على نيجاتيف، فهنا في نيجاتيف عندي أهو، لما اقسم على النيجاتيف او احطه على السطر مش هيفرق، وهزود 1 واقسم على ايه؟ الاس الجديد، هيبقى كوزين اكس اول تو ذا باور نيجاتيف 1 واقسم على نيجاتيف 1 بلس سي. فطبعا نيجاتيف 1 هيطير مع النيجاتيف 1. اللي هيسال مثلا النيجاتيف دوت جبته ازاي؟ انت عندك ديريفيتيف الكوزين بايه؟ بنيجاتيف ساين. انت عندك الساين اهي، فالمفروض هضرب في نيجاتيف واقسم على ايه؟ على نيجاتيف، يعني اضرب في نيجاتيف 1 واقسم على نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 اللي اتضرب في الساين ده واتضم مع الرول اللي هنا، تمام؟ والنيجاتيف 1 اللي انا عامله هنا هو لما يتحط على السطر، ما انت مش فارق النيجاتيف لما تحطه على السطر او تحطه في البسطة او المقام زي بعض، تمام؟ وبعد كده زودت 1 وقسمت على ايه؟ على الاس الجديد. هنقف لحد هنا ونكتفي بالجزئية ديت، ولسه مستمرين في الانتجريشن ان شاء الله في الاجزاء اللي بعد كده، لسه قدامنا حاجات كتير.
وبالتوفيق إن شاء الله. وأي حد عنده سؤال ممكن يكتبه في الكومنتات أو أي توضيح، وإن شاء الله هرد عليه.